يعطيكم العافية. الله يعافيكي بنتي. أهلين. مرحبا. مرحبا خالتي، كيفك؟ يعطيك العافية. أهلين يا بنتي. مرحبا بنتي. أهلين. هذا انت بنتي. بابا حبيبي. يا روحي انت جيتي. الله شو مشتاق لك يا روحي يا عمري. طلعي فيني، كيفك؟ كأنك نحفانه شوي. شو هالحكي بابا، زايدت لي شكليا ثلاثه. يلا فوتي لجوا، فوتي، تعالي فوتي. ايه ليلي، شو اخبارك؟ طمنيني عنك. الحمد لله انا منيحه وكل شيء تمام. دخيل بنوتة البابا. استني شوي، أكيد بتكوني اشتقتي لأكلاتي. لكن أنا شو سبب نحفي هالكم كيلو؟ هلأ قلتي لي زايدة كليين. على فكرة صايرة محتالة. يلا هلأ بتاكلي وبتشبعي، رح تضلي هون على طول ما هيك؟ ما بعرف بابا، مو أنت بتقول إنه كل شي نصيب؟ طلعي فيني ليكون في حدا ببالك. أنت فهمتني غلط، أنا ما قصدت هالشي. اسمعي شو بدي قلك، جامعة وخلصتي، وانت بالبالك تكوني معلمة، حاولي تقدمي على المسابقة يلي رح تصير، ماشي؟ ويمكن يجي تعيينك بمدرسة أبوكي وبتستلمي المكان من بعدي، وهيك منصير سوا بالبيت وبالشغل. هلأ اجت ملاكي لعندي، معقول اتركها تبعد عني وتروح؟ Thank you.